اهلا وسهلا يا دكتور، بنرحب بحضرتك في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرف نفسك؟ انا دكتور محمد احمد شاهين، تخصص امراض القلب في كليه الطب جامعه الازهر. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، ممكن حضرتك يعني تكلم شويه البيشنتس عن الضغط الانقباضي والانبساطي والضغط النبضي؟ تمام. هو طبعا بالنسبه للضغط، طبعا من اهم الامراض اللي موجوده خاصه في مصر. يعني المريض دايما بيحاول يعرف يعني انا ضغطي، بيجي يقول لي انا قست الضغط في الصيدليه او قست الضغط في المستشفى او قست الضغط في البيت عندي ولقيت ضغطي 170 على 100. يعني ايه 170 على 100؟ وايه اهميه الضغط اللي فوق وايه اهميه الضغط اللي تحت وايه اهميه الضغط، الفرق ما بينهم؟ تمام. طبعا الضغط اللي فوق ده بيبقى عباره عن القلب وهو بينقبض. القلب وهو بينقبض ده هو اللي بيدينا صورة الضغط اللي فوق، الرقم الكبير. تمام. والقلب لما بيبدأ ينبسط، تمام، ده بيدينا صورة القلب وهو بينبسط. تمام. طيب ايه أهمية الضغط ده؟ هو تعبير للقلب، تمام، عن كفاءة القلب ومدى ضغط الشرايين. تمام. احنا عندنا كذا حاجة بتشخص بيها ضغط الدم. تمام. من أهمها طبعا اللي هو البريفرال ريزيستنس او اللي احنا بنقول عليه الشرايين مدى قابليتها ان هي تتمدد وتنقبض، تمام، مع سرايين الدم فيها، ده بيعبر عنها. تمام. لما بيرتفع الضغط، تمام، بيحصل مضاعفات كتير جدا. تمام. الضغط اللي فوق والضغط اللي تحت الاتنين مهمين جدا. تمام. اهميتهم ايه؟ اهميتهم اللي انا لو انا المريض عندي ضغطه بس، هل في ضغط فوق بس عالي وضغط فوق بس وضغط تحت بس منقبض او عالي؟ في دلوقتي، تمام، عندنا حاجه اسمها ايزوليتد سيستوليك بلاد بريشر وايزوليتد دايستوليك بلاد بريشر. طبعا الاشهر فيهم الايزوليتد سيستوليك اللي هو اللي فوق، تمام، وده بيبقى في بعض الاحيان مع الناس الكبار في السن مع تقدم العمر والكلام ده، ده بيبقى في سبب ان الضغط اللي فوق بيعلى. تمام. لكن هل لو انا ضغط اللي فوق عالي والضغط اللي تحت كويس انا كده ما عنديش ضغط؟ لا، انت حضرتك عندك ضغط، تمام، ولازم تتبع الاجراءات اللي اول حاجه طبعا لازم اقلل كميه الملح في الاكل. تمام. لازم امارس الرياضه، لازم اقلل من وزني، تمام، عشان اقدر اقلل للضغط ده. ده اول خطوه في خطوات العلاج، ان انا احسن الحاجات اللي عندي اللي ممكن تكون عامله لي الضغط. تمام. ما ينفعش ان انا اكون مريض عند الضغط وبروح اكل ملح. تمام. انا بعد كده بخش على الخطوه اللي بعدها، ان انا ببدا اخد العلاج. تمام. العلاج ده بيبدا يظبط لي الضغط بتاعي بطريقه معينه. كل دكتور بيبقى شايف المريض بتاعه ايه السبب اللي عامل له الضغط. في انواع ادويه كتير جدا، الدكتور بيشوف ايه النوع المناسب للمريض وبيديله الدواء. دواء الضغط دلوقتي ما عادش فيه مشكله ان المريض يعني انا هزعل ليه لما انا عندي ضغط؟ خلاص انا باخد دواء الضغط، لان في كونسبت عند المريض او اعتقاد ان انا عندي الضغط وبدات اخد دواء ضغط، تمام، فانا خلاص هتنين اخد دواء ضغط مدى الحياه. حضرتك هتاخد غالبا هتاخد دواء ضغط مدى الحياه، بس ايه اهميه الدواء؟ الدواء بتاعي هيظبط لي الضغط بتاعي، هيحمي لي القلب، هيحمي لي الكلى، هيحمي لي الشرايين، هيحمي لي المخ اللي انا ما اتعرضش لجلطات في المخ او النزيف او الكلام ده. كل نوع من انواع الضغط سواء الانقباضي او الانبساطي، تمام، ليه علاج معين بتاعه بيبدا يحسن الضغط. غالبا طبعا انا بشوف الضغط بيبقى عالي في الاثنين، نادرا لما يكون ايهما بس هو اللي عالي، وده في حالات معينه وبيحتاج علاج معين. تمام. الرجوع لدكتور القلب لو انت اكتشفت ان ضغطك عالي، وخاصه لو قريته 3 مرات في 3 ايام مختلفين ولقيت ضغطك عالي، هترجع لدكتور القلب عشان يقدر يدور ايه السبب بتاعك، تمام، اللي عامل لك الضغط، وخاصه لو سنك صغير. لو سن المريض صغير بيكون في مشاكل، بعضها بيكون حاجات شرايين الكلى، ممكن يكون في ارتفاع في انزيمات الغده اللي فوق الجزريه، ممكن الغده الدرقيه ما تكونش مظبوطه. تمام. كل دي اسباب بتعمل ارتفاع في الضغط الدم. مهم جدا التشخيص المبكر عشان ما ياثرش على عضله القلب ويبدا يعمل تضخم في عضله القلب، وبعد كده ياثر عليا
طبعا من المهم جدا ان انا افهم ايه المصطلحات، لان في بعض الناس بيجيلها حاله من الهلع لما يسمع ان يقول له انت في تضخم في القلب شويه. معنى تضخم في القلب ان الضغط بتاعك عمل حمل على القلب، زي كانك بتشيل حديد. لما تشيل حديد تبدا عضله القلب بالعضله بتاعت ايدك تكبر وعضلات جسمك تكبر، ده اللي بيحصل مع القلب. تمام. طيب هل في خطوره؟ ان شاء الله مفيش خطوره. تمام. الا اذا انت ما اخدتش العلاج الصح وما بداتش تمارس الحياه الصحيحه اللي انت تحافظ على ضغطك، هتبدا تخش بعد كده في مضاعفات. لكن لو انت خدت علاج الضغط، تضخم عضله القلب ده هيرجع تاني ويتصلح ومش هيبقى فيه مشكله، وهو مش مرض خطير. تمام. لان في فرق ما بين تضخم وضعف عضله القلب، ده حاجه وده حاجه. تضخم عضله القلب ده بيبقى ناتج ان الضغط بيعمل تضخم في الحواجز اللي ما بين القلب. تمام. لكن الضعف عضله القلب ده نتيجه قصور في الشرايين او التهاب في عضله القلب. تمام. وده ليه علاج وده ليه علاج تاني خالص. فمريض القلب ما يتخضش لما يسمع ان في كلمه تضخم ناتج عن ارتفاع الضغط. لكن الاهم من اللي انت عشان تحافظ على نفسك، هتاخد العلاج بتاعك المظبوط وترجع لدكتور القلب بتاعك وتتابع معاه، وتحافظ هيحافظ هيديك العلاج المناسب اللي هتقدر تاخده وتحافظ عليه. طبعا المريض نفسه عليه جزء كبير جدا من العلاج، مش الدواء نفسه الكيماوي، الماده الكيميائيه نفسها هي اللي بتصلح، لا، الحفاظ المريض ان هو يلتزم في اخذ الجرعات بتاعته، هيقلل في كميات الملح، هيعمل الرياضه كل يوم على الاقل الرياضه نص ساعه مشي. تمام. ده هيحافظ عليه وهيديله وهيظبط الضغط بتاعه ان شاء الله، وان شاء الله يكون كل الناس تتمتع بصحه جيده وان شاء الله سلامه. دكتور حضرتك تقدر يعني في وجهه نظر حضرتك في ضغط مثالي ولا هي بتفاري من شخص للتاني؟ الضغط ليه تعريفات واقع ما بينهم. طبعا الناس عندها اعتقاد ان الضغط المثالي هو 120 80، لكن ده مش مظبوط، لان الضغط ما بين 90 على 60 و 140 على 90، او على بالتعريف الجديد لجمعيه القلب الامريكيه ليها تعريف جديد ان الضغط دلوقتي بقى 130 على 80. تمام. لحد دلوقتي الموضوع ال 130 على 80 ده في او 130 على 90 لسه في بعض جمعيات الامراض القلب ما اعترفتش بالموضوع ده، فاحنا هنتبع الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب، لان الموضوع ده عمل لان بعض الناس وبعض المرضى خلل ورعب ان انا لا ده انا كده اغلب الناس بقت عندها الضغط. لكن احنا تعريف الضغط اللي احنا هنتبعه لغايه ما يبان جديد، يعني على حسب تعريف الجمعيه الاوروبيه، اللي احنا اغلب الناس هنا في مصر بتمارس الطب على تعريفات الجمعيه الاوروبيه، ان الضغط الطبيعي ما بين 90 على 60 لحد 100 اقل من 140 على 90، يعني 139 على 89 وما بين ذلك، 120 80 110 70 كل ده ضغط هيبقى طبيعي. تمام. المثالي اللي هو ال 120 على 80 لما خدوا عينه عشوائيه ما بين الناس اللي هي ما عندهاش ضغط كان الاغلب 120 80، لكن انت ما تتخضش لو ما لقيتش ضغطك 120 على 80، لقيت ضغطك 110 70، لقيته 130 80، لقيته 110 على 60، كل ده ضغط طبيعي ومفيش ان شاء الله اللي يضر. تمام. والرجوع لدكتور القلب برضو تمام مهم جدا، اسال دكتور القلب بتاعك او اقرب دكتور قلب هيفهمك ايه القصه وايه الفرق ما بين الضغط المرضي وان قرايه الضغط بتاعتك فيها مشكله ولا لا. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور. شكرا.